اسمعوا إلى أسيد بن حضير رضي الله عنه وما حصل له. هذا الرجل يقول: كنت أقرأ القرآن في الليل، عنده حائط وكان عند بعض الإبل بعض الخيول عفوا، وكان يقرأ القرآن وعنده ابنه الصغير يحيى. يقول: وكنت أقرأ القرآن في الليل فجالت الفرس، الفرس ثارت، يقول: فخفت فتوقفت في الليل والفرس تثور، يعني شيء غريب. يقول: فسكت فهدأت الفرس. يقول: فقرأت مرة ثانية فجالت الفرس فتوقفت. يقول: مرة ثالثة وتوقفت، خفت على ابني يحيى أن تطأه الفرس. يقول: فنظرت إلى السماء نظر إلى الأعلى، يقول: فإذا مثل الظلة مثل غيمح، شيء غريب في السماء. يقول: وفيه مثل السرج مثل أنوار. يقول: فلما نظرت إليه ارتفع في السماء حتى اختفى. يقول: فخفت، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني فأخبره بالخبر، فقال له: اقرأ يا أسيد، اقرأ يا أسيد، أي هل قرأت يا أسيد؟ قال: لما رسول الله؟ قال: تلك السكينة نزلت وأنت تقرأ القرآن. قال: والله لو قرأت، لو استمرت في القراءة لنزلت إليك الملائكة تراها، تستمع إليك. يقول: ولرآها الناس في الصباح لا تستتر منها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كم وكم للأسف، كم وكم للأسف في هذه الأيام أناس ربما يسمعون القرآن من الإمام من بداية القرآن إلى نهايته ما يتأثرون ولا يتدبرون ولا يخشعون. أي قلوب هذه؟ إذا كان الجبل، الجبل يتصدع، الجبل الصخر الصلب يخشع، طيب ما بال قلبك، ما بال نفسك، ما بال عينك لا تتأثر بقراءة القرآن؟